دكتور استاذنا الدكتور وسيم السيسي. اهلا بك يا دكتور. اهلا وسهلا استاذ. كل سنه وانت طيب. انت دكتور يعني جالنا يوم العيد فانا بشكره جدا جدا. شكرا. الف شكر. وانا بعتذر للاسره ان احنا خدناهم منها, بس ان شاء الله هيخلص ويرجع على طول يتحتفلوا بالعيد. شكرا. ان شاء الله. وبقول لاهل برقاش معلش ما تزعلوش مننا, التقرير ان شاء الله هيتذاع الجمعه الجايه ان شاء الله, عشان كان المفروض نذيعه لكن العيد النهارده شغلنا. عيد القيامه المجيد. بس خلاص يا دكتور اتفضل بقى. حدثنا من فضلك, الناس بتحب حديثك وبتستفيد من معلومات حضرتك. هي قيامة السيد المسيح من بين الأموات, ودي معجزة كبرى. وحتى يعني برضو كان الأستاذ عباس محمود العقاد له رأي أن هذا لا يتعارض مع الإسلام إطلاقا, لأن المقصود وما صلبوه وما قتلوه وما قتلوه إنما شبه لهم. قال عباس محمود العقاد أنه ليس من المعقول أن صاحب الدم يقول أن قتل أو صلب السيد المسيح, والقاتل نفسه وهم اليهود عندهم التفاصيل كاملة للمحاكمة وبيلاطس البنطي طبعا. ثم يأتي آخر ويقول لا لم يكن هناك قتل ولا صلب, ولكن القرآن الكريم قال هذا. قال فهمنا للقرآن الكريم هو المختلف عليه. قال له ازاي؟ ده الأستاذ العقاد قال شبه لهم أنهم بقتله وصلبه القضاء عليه, ولكنه شبه لهم لأن المسيحية ظلت وموجودة وانتشرت ده يعني رؤية عباس محمود العقاد في هذا رؤيته. لكن في طبعا في تفاسير كتير بتقول لا ما حصلش. وهناك رأي طبعا آخر مختلف عليه. إنما يمكن أحسن ناس أو أحسن واحد كتب عن هذا الموضوع يعني يشجيني بتفكيره هو الأستاذ دكتور محمد حسين كامل. له كتاب رائع, ده جراح عظام كبير, ترجم إلى 8 لغات وأخذ جائزة الدولة التقديرية على الكتاب. على الكتاب. الجميل في الكتاب أنه حوار بين الرجل اللي هو كبير الكهنة الذي كان اسمه قيافة في وقت السيد المسيح وزوجته. فزوجته بتقول له اليوم عيد مولدي. قال لها أعرف ذلك. قالت له وأريده يوما لا أنساه. قال لها لك ذلك, ولكن ينتظرني شيء مهم في دار الندوة. دار الندوة زي ما تقول الدستورية. أيوة. المحكمة الكبيرة. قالت له ماذا ينتظركم في دار الندوة؟ قال لها رجل قامت عليه قيامة الدنيا وقد ترافعت ضده بالأمس, وكدت أن أستصدر أمر بصلبه, ولا أريد أن أضيع مجهود الأمس بأن أتقاعس اليوم. فزوجته طبعا دكتور محمد حسين كامل بيصفها بأنها رائعة الجمال وأنها مترفة وأنها نؤوم الضحى. نؤوم الضحى يعني ما تصحاش من النوم إلا بعد الساعة 10 صباحا, يعني كعادة المترفات في كل عصر. المهم فبتقول له أنتم كل يوم تصلبون رجالا كثيرين, وهذا أمر يتكرر كل يوم, مش جديد عليك. أما عيد مولدي فهو أمر لا يتكرر إلا مرة كل عام. ففكر كثيرا وقال لها وكأنه يقرأ الغيب, قال لها وقد يكون صلب مثل هذا الرجل مرة لا تتكرر أبد الآبدين. فزوجته زوجة قيافة ابتدت تفكر ايه الراجل ده بقى, ايه بقى الراجل اللي ما تتكررش صلبه مرة أبد الآبدين. قالت له ماذا تنقمون عليه؟ فقيافة ارتبك قليلا وقال لها الله العظيم الله الجبار الله المنتقم يقول عنه أن الله هو الحب, هل هذا كلام مقبول؟ وكأن هذه الكلمة وقعت في قلبها
موقعا جميلا. طبعا الست الحلوة بقى قالت له: وهل الحب جريمة تقتلون وتصلبون من أجلها الناس؟ فارتبك قيافة أكتر. ولها ليس هذا فقط، ولكنه ينادي ويقول أن الناس سواسية أمام الله وأننا كلنا أبناء الله. هل تقبلين على سبيل المثال أن أتساوى بهذا الرجل الحداد الذي في آخر الشارع الذي نسكن فيه؟ هي بقى اتغاظت منه بقى. قلت له: أنت لا تفترق عنه شيئا إلا في شيء واحد، أنني زوجتك. يا سيدي يا سيدي يا سيدي على العزة. يا سيدي على العزة. فارتبك أكتر. مش قادر يرد عليه. مش قادر. الست حلوة. ومنطق كمان. الحب جريمة تقتل من أجلها الناس، عشان إيه تقتله ده ولا تستصدر أمر بالصلب؟ عمل إيه عشان تعمل العمايل دي كلها يعني؟ فهو بقى ابتدى بقى إيه يقول لها: تذكري أن قمم الجبال دائما مغطاة بالثلوج، وإن أحسست مني برودا في مثل هذا اليوم فلأني لا أريد أن أتنازل عن هذه القمة أبدا. قالت له: لك أن تصعد إلى القمة وحدك، أما أنا فأفضل الوادي حيث الدفء والحنان. يا سيدي. خرج طبعا، برضو وهو مضطرب اضطراب شديد وإلى آخره. دي البداية بتاع هذا. برضو حاجة ملاحظة يا دكتور، إن هو كان يدرك أن الرجل ليس كأي رجل. طبعا حس. طبعا إنه قال لها النهاردة ده صلب وممكن يعيش للظهر كله. قال لها: وقد قد لا يتكرر أبدا صلب مثل هذا الرجل أبد الآبدين. فده اللي خلاها تنتبه وتقول له: أنت عمل إيه الراجل ده؟ فمش لاقي حاجة. فقال لها: بيقول الله هو الحب، والله ده عظيم وجبار. قالت له: هو الحب ده جريمة عشان تقدر فمحمد حسين كامل الحقيقة الكتاب ده رائع يعني، واسمه قرية ظالمة على أورشليم، أنها ظلمت السيد المسيح. فإنما من روائع الكتب، والدولة ما قصرتش لما ادته جائزة الدولة القدرية، وترجم إلى 8 لغات هذا الكتاب، مما يدل على يعني المحتوى بهذا الكتاب، في هذا الكتاب رائع يعني. هو محمد حسين كامل يعني شخصيات رائعة يعني. ولو كتاب تاني اسمه الوادي المقدس. أنا لو كنت وزير تربية وتعليم كان ما الوادي المقدس ده كنت قررته على احنا زمان كنا في الثانوي كانوا بيقرروا علينا كتاب من أمهات الكتب. فواحد بالإنجليزي وواحد بالعربي. فكان تشارلز ديكنز مثلا. طبعا طبعا طبعا. ليه ما بنعملش التقليد ده يعني؟ فكتاب الوادي المقدس ده يا سلام. طب خلينا نرجع.